أشادت الجمعية الدولية للاعبين المحترفين لكرة القدم بالمبادرة الانسانية التي قام بها اللاعب الدولي المغربي هداف الدوري السعودي عبد الرزاق حمد الله في فترة الحجر الصحي، عندما قام بإعالة 1000 عائلة متضررة ومعوزة بمدينته الأم آسفي ضمن ملف كبير خصصته لعدد من اللاعبين الدوليين والذين قاموا بنفس المبادرة في دولهم. عادت أخبار هداف الدوري السعودي عبد الرزاق حمد الله لتتصدر المشهد الإعلامي الرياضي المغربي، لكن هذه المرة عبر الإشادة التي تلقاها من الجمعية الدولية للاعبين المحترفين لكرة القدم بعد المبادرة الإنسانية التي قام بها في فترة الحجر الصحي، عندما قام بإعالة 1000 عائلة متضررة ومحتاجة في مسقط رأسه مدينة آسفي المغربيه. دونك كنشيدوا بهذا العمل لانه الانسان ماشي اللاعب دائما كيكون كيمتاز بالامور اللي هي داخل الملعب، ولكن حتى الامور الانسانيه. فبرافو لحمد الله، برافو لجميع اللاعبين، لان كنسمعوا لاعبين اخرين، كاينين لاعبين اللي داروا الامور الخيريه في الصمت، وكاينين الناس اللي داروها ماشي من باب المن وانما تشجيعا لبعض العناصر الاخرى اللي هما لاعبين دوليين ولا لاعبين عاديين. فهنيئا الحمد لله بهذا العمل الخيري، وكنتمنى لانه هذا المسار ديالو ياخذوه بزاف الناس كقدوه. الإشادة جاءت ضمن ملف كبير خصصته الجمعية لعدد من اللاعبين الدوليين الذين قاموا بنفس المبادرة في بلدانهم، مبادرات تؤكد أن دور اللاعب لا يتجلى فقط في الملاعب بل يمتد نحو العمل الإنساني والخيري. وهذا كي تعتبر واجب وطني، وهذا الجزء ليس كرياضيين في المغاربة سواء محترفين أو هاويين، هذاك الشيء اللي قسم الله كيعطيو. حنا المساهمات كتكون دائما ماديا أو عينيا، وهذا بالروح الوطنية، لأن كيكون تعتبره كنكرره واجب وطني، خص كل رياضي يساهم بالقليل ولا بالكثير. الإشادة بهذه المبادرة كانت فرصة لدعوة حمد الله إلى التفكير بجدية بالعودة للأسود، لأن المنتخب المغربي بحاجة إلى خدماته، وأن الجماهير المغربية سترحب به مجددا. المصطفى العسري للنشرة الرياضية الرباط.